ده زي ما انت شايف كده، بقول لك استعادة من النسخة الاحتياطية، آخر نسخة احتياطية تقريبا من كام، من 48 دقيقة. هنا بقول لك او نقل من هاتف قديم، لا قول له هنا استعاد النسخه الاحتياطيه، واضغط عندك على كلمه متابعه، وبيعمل استعاده للنسخه الاحتياطيه من حساب جوجل زي ما انت شايف كده. هيقول لك سيتم استعاده وثائقك حوالي جيجا ونص في الخلفيه بعد استعاده رسائلك. السلام عليكم، الفيديو ده هشرح طريقه استعاده محادثات المحذوفه في الواتساب. الفيديو ده يهم بعض الناس اللي هي عملت فورمات للجهاز بتاعها، الناس اللي عملت فورمات للجهاز ومش عارفه تعمل استعاده للواتساب. تعالوا بكده نبدأ الشرح، لكن مش هطول عليك، لكن نتقابل بعد الفاصل. أول حاجة زي ما أنت شايف كده، طبعا أنا عامل بلور على المحادثات الخاصة بالواتساب زي ما أنت شايف كده. دي كل ده محادثات الواتساب وكمان الجروبات اللي كانت موجودة عندي في الواتساب. خلي بالك الفيديو ده مهم جدا للناس بس اللي عملت فورمات للجهاز بتاعها، هقولك إزاي تقدر تسترجع الرسائل دي بعد ما اتحذفت منك. على سبيل المثال ان انا هروح عندي على التليفون بتاعي وبعد كده بروح عندي على الواتساب، هبدا امسح الواتساب مثلا. بتروح عندك على الاعدادات، تنزل تحت في تطبيقات مثلا، يعني الجهاز بتاعي حصل له فورمات او الواتساب منه اتمسح، بعمل الغاء تثبيت. طبعا مش هعمل احتفاظ بالحجم اللي هو ده، مش هعمل احتفاظ، هقول له هنا موافق علشان يعمل الغاء تثبيت للواتساب. يبقى كده كان الجهاز معايا متفرمت تماما. فانت يعني اتابع معايا كده خطوه خطوه. بص بقى الخطوه اللي بعد كده، انا هرجع انزل الواتساب على التليفون بتاعي بعد ما الجهاز بتاعي اتفرمت. انا بنزل الواتساب على التليفون، بس شرط يكون حساب جوجل اللي كان القديم اللي كان مربوط بالتليفون القديم يكون موجود معانا على التليفون عادي جدا. يعني بعد ما تيجي تفرمت الجهاز بتاعك هتلاقي في حساب جوجل، هيطلب منك حساب جوجل، اكتب حساب جوجل القديم اللي انت هتنزل من خلاله الواتساب. اظن الرساله وصلت، اظن انت فاهمني كويس. هنزل الواتساب وهرجع لك تاني. زي ما انت شايف كده الواتساب معانا نزل، هنعمل له فتح تمام، ومن هنا بقى نبدا نكتب رقم التليفون ونسجل البيانات بتاعتنا. بس خلي بالك لازم تكون مسجل حساب جوجل القديم اللي موجود على الجهاز. انت بتضغط عندك على الموافقه والمتابعه تمام، قول له هنا سماح بالاشعارات، هتكتب هنا رقم تليفونك وبعد كده يبعت لك الكود. سجل الكود، انا هعمل سكيب الخطوه دي، انت اعملها واعمل بوز الفيديو او اعمل وقف الفيديو، وبعد كده لما تيجي تاكد الرقم بتاعك كمل الفيديو تاني. وزي ما انت شايف كده بعد ما تيجي تعمل سكيب الخطوه دي هيقول لك هنا جهات الاتصال، قول له هنا متابعه. طبعا هنا بتكتب اسمك، تديله سماح لكل حاجه، اكتب اسمك هنا، تكتب اللي انت عايزه، لكن في رساله هتظهر لك مهمه جدا جدا جدا، ودي استعاده محادثات الواتساب المحذوفه او استعاده محادثات المحذوفه على الواتساب. طبعا هو بيبدا يحمل معاك، ممكن ياخد معاك فتره لحد ما يقول لك انت محتاج تعمل استعاده للرسائل المحذوفه ولا لا، وكل ده بيتم عن طريق حساب جوجل او الملف اللي موجود جوه الجهاز. طبعا الملف جوه الجهاز ده اتمسح خلاص. فزي ما انت شايف كده بقول لك استعاده من النسخه الاحتياطيه، اخر نسخه احتياطيه تقريبا من كام، من 48 دقيقه. هنا بقول لك او نقل من هاتف قديم، لا قول له هنا استعاد النسخه الاحتياطيه، واضغط عندك على كلمه متابعه، وبيعمل استعاده للنسخه الاحتياطيه من حساب جوجل زي ما انت شايف كده. هيقول لك سيتم استعاده وثائقك حوالي جيجا ونص في الخلفيه بعد استعاده رسائلك. طبعا بتسيبه كده على الانترنت علشان ما تقفلش عليه النت خالص لحد ما يجي يعمل النسخ الاحتياطي الكامل على حساب جوجل بتاعك انت. وبكده انت قدرت تعمل استعاده لرسائل الواتساب المحذوفه. دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تعمل بيها استعاده للواتساب بعد فورمات الجهاز. على عكس كده بيبقى الطرق الثانيه مدفوعه، يعني مثلا في برنامج اسمه اندرويد او درويد كات تقريبا، بتنزله عندك على جهاز الكمبيوتر بتاعك، بس كل ده بيكون مدفوع، ومن هنا بتقدر تعمل استعاده الواتساب او رسائل الواتساب من زمان، لكن يكون الداتابيز موجود على التليفون بتاعك. لكن دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تعمل بيها استرجاع لرسائل الواتساب المحذوفه بعد فورمات الهاتف. شكرا ليكم، انا كده شرحتها، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش دعم لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده. دمتم بخير، مع السلامه.